السلام عليكم. حدد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تاريخ 14 و15 من يناير كانون الثاني المقبل موعدا لانطلاق الاستفتاء على الدستور المصري الجديد. منصور في كلمة له اليوم اعتبر أن الدستور هو نتيجة التوافق وأنه حصيلة جهد ودماء الشعب أو جهد ودماء الشعب المصري الذي قدم للعالم نموذجا في ثورته ونضاله على مر السنين. مساهمة أساسية في وضع هذا الدستور السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين. وقد خاطب الرئيس المصري المؤقت الشعب المصري وطالب منهم أو طلب من الشعب المصري التصويت بنعم، وقال إنه هذا التصويت أو هذا الدستور ما هي إلا خطوة ضمن خارطة طريق نحو الوصول إلى المعادلة الديمقراطية. وأيضا نتابع وننتقل أيضا إلى أخبار العاصفة الثلجية التي تضرب منطقة شرق البحر المتوسط. إذا كانت إذن درجات حرارة السياسة تواصل ارتفاعها في الشرق الأوسط فإن العاصفة الثلجية لم تكن بردا وسلاما على المنطقة، وهي احتلت حيزا واسعا من الاهتمام خصوصا مع المآسي والأضرار التي تسببت بها في سوريا وفي مصر وغزة والأردن في ظل انخفاض شديد في درجات الحرارة، فيما توقعت مصادر الأرصاد الجوية انحسار العاصفة ابتداء من اليوم أو الغد. ومع الانحسار المتوقع ينتظر أن يتكشف المزيد من حجم المأساة الإنسانية التي لحقت خصوصا بالنازحين السوريين في أماكن لجوئهم في سوريا نفسها وفي البلدان المجاورة، كما حصل مع هؤلاء اللاجئين في أحد مخيماتهم في البقاع اللبناني. وجع النازحين السوريين يتردد بردا في قلب دمشق. عشرات الأسر النازحة عن الأحياء الجنوبية للعاصمة ضاقت الدنيا بها. خيم متواضعة من خيش وورق لا تقي ثلج الشتاء. أبو ربيع القادم من محيط الحجر الأسود يعيش يومياته في هذه الأمتار المربعة القليلة. جماعة يعني مهجرين وبنينا هالخشة على أساس من البرد والمطر لنقاوي حالنا يعني، فهمت علي؟ وهذا اللي صار معانا يعني، طلعنا من القصف والضرب. أحلام العائلة تحبسها خيمة متواضعة، أبناء وبنات بنوا خيمهم الصغيرة بملاصقة خيمة العائلة. حالة بائسة زادت من وطأتها الثلوج التي قلما تسقط فوق دمشق. ومثل ما شايف يعني غاز عندنا غير صغير، ولا جرة ولا غاز للدفة ولا شيء، مثل ما شايف وضعنا هيك. تحمل الكبار وجع البرد لا ينسحب على الصغار، يروون معاناتهم بطريقتهم ويحلمون بعودة طال انتظارها لبيوت دافئة. سخانين ما عندنا صوبة. نشتغل ايام مع يعني بنشيل صحارات بندورة ونشتغل ايه ويعني والله العظيم برد، وهذا وشايف الشتوية برد علينا. منظر الخيم لا يبدو مألوفا في دمشق. عشرات الآلاف تدبر أمورهم في مراكز إيواء مؤقتة، وأكثر منهم في بيوت أهل وأقارب. طالما شكلت الأمطار والثلوج مصدر فرح للسوريين، لكن الحال يختلف اليوم وخصوصا مع النازحين الموجوعين مرتين بالبعد عن بيوتهم وبآثار البرد القارص. محمد الخضر من حي الزاهرة جنوب دمشق، الميادين. في الأردن تسبب تساقط الثلوج والجليد في إغلاق معظم الطرق وإلغاء وتأجيل رحلات طيران في المملكة. وفي فلسطين المحتلة وجهت في الضفة الغربية دعوات للسكان لملازمة منازلهم، فيما أغلقت الثلوج الطرق بشكل كامل في محافظات رام الله والخليل ونابلس. أما في قطاع غزة المحاصر فقد غمرت مياه الأمطار منازل مئات المنازل في وقت جاءت فيه أضرار العاصفة مضاعفة بسبب الحصار الإسرائيلي والأزمة الكهربائية. حسن حجازي. ليست هذه رحلة مائية سياحية في فلسطين. قوارب الصيد في غزة تحولت بيد أفراد الدفاع المدني زوارق إنقاذ. عائلات بأكملها قضت ليلتها فوق سطوح البنايات بعدما صارت مياه الأمطار أنهرا غمرت طرقات الأحياء حتى سدت مداخل المنازل. نحن هنا على السطوح من الليل، طول الليل قضينا من الساعة 10 واحنا محصرين في المية وعلى سطوح ناشد العالم هينا. الهرب من طوق السيول ينتهي في غرف المدارس الحكومية في القطاع بعدما أعلنت حكومة غزة عن إيواء المتضررين فيها. في الوقت الحالي المكان آمن، يعني دار صف من بطون أحسن من الزينجو اللي أنا قاعد فيه، متعرض فيه يا الموت يا البرد وموت أولاد. حصار المياه ضعف من تداعياته الحصار الإسرائيلي،
تمنع تل أبيب دخول مواد البناء من إسمنت وحديد. باتت البيوت في أحياء غزة شبه منازل متداعية لا تصلح للحياة. الماء طفت علينا، المجاري في البيت طفت علينا، لا كهرباء، لا ماء، لا أكل في البيت، ما دمار شامل، ما في أي حاجة. أنا وضعي تحت الحد لأن تحت الصفر. حتى من يلتحفون العراء لم يكن حالهم أفضل، لا وسائل تدفئة ما خلت الطرق البدائية. يضيق الاحتلال الإسرائيلي على وصول السولار والغاز، فتصبح غزة مدينة تعيش في عصر ما قبل الكهرباء. جعلنا النار لأنه فيش غاز ولا في كهرب ولا في أي حاجة، وهي النار اللي بتساعدنا للطبيخ والشاي والخبز. الأحوال المتدهورة في القطاع دفعت حكومة غزة لمناشدة المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار وإنقاذ نحو 1,700,000 إنسان ذنبهم أنهم فلسطينيون. ومن غزة تنضم إلينا مراسلة الميادين هناك لنا شاهين، لنا تبدو الشوارع خلفك وهي غارقة تماما بالمياه، حدثينا عن الأضرار، عن عدد الضحايا، الوضع في الإجمال بقطاع غزة المحاصر. نعم رامية، إذا ما تحدثنا عن الوضع هو بالطبع هو مأساوي بكل ما في الكلمة من معنى. أتواجد أنا هنا في منطقة النفق وهي في قلب مدينة غزة. لغاية الآن أطقم الإسعاف وأيضا الإنقاذ وأيضا الدفاع المدني، لغاية الآن فقط 200 عائلة تم إجلاؤهم عن منازلهم، ولا يزال أيضا هناك العديد والكثير من المواطنين عالقين داخل منازلهم. تحدثت إلى الكثيرين، هناك نصف العائلة قد خرجت ونصف الباقي لا يزال ضمن هذه المنازل. أيضا منسوب المياه هو مرتفع جدا جدا. ولو نشاهد، لو نشاهد أيضا كيف المياه تغطي هذه الشوارع. نشاهد، نعم بالفعل نشاهد هذه، هناك منسوب المياه يرتفع إلى 4 أمتار رامية. طواقم الإنقاذ منذ ساعات الصباح وهي تعمل هنا، ولكن هي تعمل في هذه المنطقة وأيضا العديد من مناطق قطاع غزة. الحال كما نرى في عبر الشاشة عبر الهواء مباشرة هي عبارة عن قوارب صغيرة جدا جدا، وهناك قوارب أكبر منها. هذا القارب فقط يتسع إلى 2 من رجال الإنقاذ، والقارب الأكثر يتسع فقط إلى 3 من قارب الإنقاذ، يعود فقط بإثنين ممن هم متواجدين ضمن هذه المنازل. الوضع هنا في هذه المنطقة، منطقة النفق، حالها كحال بقية المناطق المتضررة في قطاع غزة إن كان من شمالها إلى جنوبها. إذا ما تحدثنا عن الضحايا أو عن الجرحى، حسب وزارة الصحة وصل عدد الجرحى لغاية الآن إلى 96 مصابا، من بينهم 4 حالات خطرة، وكان هناك أيضا من ضمن هؤلاء هناك حالات للاختناق، حيث أن قطاع غزة يعاني الأمرين من أزمة وقود ولدت عدة أزمات، أزمة كهرباء وأيضا أزمة مياه. ولكن المواطن هنا رامية لا يستطيع اللجوء إلى الحطب ليتدفأ، لا توجد هناك لا حتى غاز ولا حتى غاز للطهي ولا حتى غاز للتدفئة ولا أيضا حتى الكهرباء تصل إلى منازل المواطنين، فيلجأ إلى الحطب. كان هناك حالة اختناق ل10 من أفراد عائلة واحدة وتم إنقاذهم. الوضع صعب جدا، يعني حتى مع هطول الأمطار أكثر وأكثر مع هذا المنخفض الجوي، كان هناك أيضا ما زاد الطين بلة خلال الأيام الماضية، خلال اليومين كان هناك عطل في الكهرباء في 5 خطوط، وهي القادمة 4 خطوط من الجانب الإسرائيلي وأيضا الخط القادم من مصر. على مدار اليومين في أزمة كهرباء كانت تصل فقط 6 ساعات، وصل إلى 12 ساعة قطع بالكاد، كانت رامية بالكاد تصل إلى المنازل أقل حتى أقل من 4 ساعات، مما زاد من مأساوية الوضع بالفعل رامية. طب لنا حتى نوضح أن كل هذه المنازل التي نشاهدها في عين الكاميرا كان سكانها متواجدون فيها يعني، وغمرت المياه هذه البيوت، وبالتالي نحن أمام ربما كارثة إنسانية ستتكشف تباعا بعد انحسار ربما هذه العاصفة. لكن هل تقتصر يعني إجراءات التعاطي مع هذه الأزمة فقط على ما نشاهده؟ يعني أي حلول مقدمة؟ من يقدم الدعم؟
يعني الدعم هو هنا مقدم من قبل حكومة غزة ووزارة الداخلية وأجهزة الدفاع المدني وحتى الإسعافات وأيضا المستشفيات، ولكن يعني كما هو واضح في الصورة الإمكانيات رامية هي ضعيفة جدا جدا بأقل الإمكانيات. هل يعقل أن يكون هناك كل هذا الفيضان ولا تملك بالنسبة لأطقم الإنقاذ وأطقم الدفاع المدني فقط هذه كما يقال عنها الحسكات أو هذه القوارب الصغيرة؟ حتى الأطفال وهم من خرجوا من هذه القوارب هم كانوا خائفين وأيضا كانوا مرعوبين. إذن في ظل الحصار الذي تعاني منه غزة على مدار 7 سنوات إمكانيات قليلة جدا ولا يوجد بالنسبة للحكومة إلا هذه الإمكانيات. تواصلت الحكومة كان من قبل حكومة غزة بداية كان هناك اتصال هاتفي من قبل رئيس الحكومة هنية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان هناك أيضا بالأمس تواصل من قبل حكومة غزة بدولة قطر ووعد أمير قطر بإرسال الوقود وقيمته تبلغ 10 ملايين دولار. هذه تكون القيمة الضريبة المضافة والتي جاءت أزمة الكهرباء وتعمقت بسبب هذه القيمة والتي فرضتها حكومة الضفة الغربية السلطة الوطنية الفلسطينية، فكانت هناك أزمة الكهرباء وذلك لدعم ومساعدة ومساندة وإغاثة هؤلاء المحتاجين هنا في قطاع غزة. أيضا سيكون هناك من قبل قطر سيكون هناك ولكن في نهاية الشهر الجاري سيكون هناك إرسال حمولة شاحنات من الوقود لكنها لن تكون قبل نهاية ديسمبر هذا الجاري. أيضا كان هناك دعم لغاية الآن لم يصل هذا الدعم، ما نتحدث عنه بقيمة 10 ملايين دولار كان هذا عبر اتصال هاتفي من قبل وزير خارجية قطر للرئيس الفلسطيني وأمر محمود عباس الرئيس الفلسطيني بتحويل هذه الأموال مباشرة وتحويل الوقود إلى قطاع غزة. الوقود لم يعبر اليوم، لم يتم إدخاله. ونحن نشاهد الآن يعني أيضا هو في الصورة أيضا لنا هذا الزورق يتم إجلاء ومساعدة عائلة بكاملها عن نفسها وتروي الحكاية لوحدها. نعم عائلة بأكملها صحيح، وهناك أطفال يعني لغاية الآن في هذه المنطقة رامية 200 عائلة تم إغاثتهم، تم نقلهم إلى حيث نتواجد نحن هنا وتمتد إلى مئات الأمتار. هذه منطقة كبيرة جدا، وحتى إن كان في الأزقة حتى كان هناك عندما يقوم أي شخص يتم إجلاؤه عندما يقوم بوصف ما يحدث داخل المنازل من هدم للجدران وأيضا تآكل، يعني هذا المنخفض الجوي رامية بكل ما في الكلمة من معنى لقد قام بتعرية البنية التحتية المتهالكة لقطاع غزة جراء الحصار. هذه البنية التحتية تم أخذها عن من قبل كان هناك اليهود ولم يكن هناك بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي لم يتم إصلاح وترميم أي عملية ترميم لهذه البناء التحتية، والصورة تتحدث عن نفسها. نعم، وكنا نشاهد أيضا في الطبقات العليا للمنازل من ما زال محاصرا في هذه المنازل. بالتأكيد سنعود إليك لنا شاهين ونتابع أيضا في قطاع غزة المحاصر هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة جدا والتي ربما يصعب وصفها، والأوضاع تتفاقم بناء على الحصار المتواصل على قطاع غزة. لنا شاهين مراسلة الميادين في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. هذا جانب مما يجري في قطاع غزة. أما في مصر فهناك من لم يجد مأوى له فقد على قارعة الطريق في القاهرة تحت الأمطار الغزيرة والبرد القارس قصة رجل أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدت الحكومة بشدة ودعت إلى مساعدة المحتجين أو المحتاجين الذين يواجهون بأجسادهم قسوة المناخ. هو العم محمد مات من شدة البرد في أحد شوارع القاهرة، مأساته والطريقة التي انتهت بها حياته دفعت بنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى توجيه نيران الانتقاد للحكومة. حالة عم محمد ربما لن تكون الأخيرة. كمال مواطن مصري يعيش هو وأبناؤه الخمسة في الشارع، يعانون قسوة الحياة ويواجهون برودة الطقس. أنا عايش هنا أنا والخمس عيال بعد مراتي ما ماتت مرض السرطان وعلى يد الناس في عز البرد والساعة، وعايش وما ليش الا ببيع شويه صور وشويه علامه اهو زي ما انت شايفه حضرتك اهو بننام ازاي. واحد جاب لي النهارده البتاعه دي وقال لي الدراك من نطر او بنولع ولعه زي كده وبنتدف بنتغطى بالبطاطين بس. حادث وفاه العم محمد لفت نظر العديد من اصحاب الايادي البيضاء الذين بادروا إلى تقديم المساعدات للمحتاجين ولا سيما في ظل موجة البرد القارس التي تشهدها البلاد. على الرغم من انتشار صورة عم محمد على مواقع التواصل الاجتماعي
إلا أن المأساة من الوارد أن تتكرر بسبب عدم تعاطي الحكومة مع أسبابها. سوء الأحوال الجوية لم يمنع من يقتاتون رزقهم يوما بيوم من النزول للعمل تحت الأمطار. يعني الواحد عشان هي مطرت هينام في البيت ولا هيجيب منين يعني؟ نحمد الله على فضل الله كده ونحمد الله ونشكر ربنا على كده. حالة الأسواق أيضا تأثرت بحالة الطقس، فقد شهدت انخفاضا ملحوظا في حركة البيع والشراء. الحاجة طبعا بتغلى، المطر دي مين هينزل الأرض يعني يجيب زرع وكده؟ كل حاجة طبعا بتغلى. واقعة نادرة الحدوث في مصر أن يكسو شوارع القاهرة غطاء أبيض ثلجي بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد وتسببت في غرق معظم شوارعها. سمية الشناوي، القاهرة، الميادين. وفي الشأن السوري، شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في حوار مع قناة روسيا 24 شدد على وجوب السعي لإقامة تحالف بين الحكومة السورية والمعارضة الوطنية قادر على قتال الإرهابيين الأجانب الذين أتوا من جميع أنحاء العالم إلى سوريا وكأنها كعكة لذيذة لتنفيذ خططهم الشريرة. لفت لافروف إلى أن الظروف المتبلورة تفرض على جميع الوطنيين السوريين أي يدركوا ما الأهم بالنسبة إليهم وأن يختاروا بين القتال إلى جانب من يريد تحويل سوريا إلى خلافة أو الاتحاد لإعادة وطنهم إلى صورته التي عرف بها على مدى قرون، وهي دولة علمانية متعددة الطوائف والإثنيات يعيش فيها الجميع. وأشار إلى أن ذلك سيكون من أهم المواضيع في مؤتمر جنيف 2. الوزير الروسي أكد دعم بلاده للجهود التي يبذلها الأمريكيون، كما تعهدوا لإقناع المعارضة بحضور المؤتمر من دون شروط مسبقة غير مقبولة. جاءته أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن بلاده علقت مساعدتها العسكرية غير الفتاكة إلى حين تقييم الوضع على الأرض في شمال سوريا. ما حصل حتى الآن ليس له أي تأثير في دعمنا للمعارضة أو في المساعدة المادية التي سنواصل تقديمها إليها. وكنتيجة للوضع لقد علقنا شحنات المساعدات غير القاتلة إلى شمال سوريا في وقت نقيم فيه الوضع على الأرض، لكن لا تزال لدينا ثقة بالجنرال دريس وبالمعارضة وسنواصل تقديم الدعم لهم. طنب الدعم للمعارضة السورية جدده الائتلاف السوري المعارض من الدول الغربية والعرب، مشيرا إلى وجوب تمويله لإعادة تنظيم قواته بعد أن استولى مقاتلون إسلاميون على بعض أسلحته. المسؤول في الائتلاف المعارض منذر أقبيق قال إن الهجوم الذي شنته الجبهة الإسلامية على مخازن ومقر للمجلس العسكري التابع للجيش الحر قرب الحدود التركية يسلط الضوء على ضرورة إعادة هيكلة القوات التي تحارب على الأرض. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن أن تقرير بعثة التحقيق الأممية في استخدام الكيميائي في سوريا برئاسة أكي سيلستروم أكد استخدام السلاح الكيميائي ضد مدنيين ومواقع عسكرية في عدة أماكن في هذا البلد. أشار بان كي مون إلى أن الخبراء تأكدوا من استخدام السلاح الكيميائي في كل من خان العسل والغوطة وجوبر وسراقب وأشرفية صحنايا. خلال استعراض ما ورد في تقرير سيلستروم أمام الأمم المتحدة قال بان كي مون إن نصف الشعب السوري إما مشرد أو بحاجة إلى مساعدات إنسانية. نصف الشعب السوري إما مشرد أو في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. النزاع يترك أثرا سلبيا على اقتصاد الشرق الأوسط واستقراره، ومع استعداد السوريين للوصول إلى حل سياسي في مؤتمر سوريا الشهر المقبل، أناشد الأطراف كافة لإظهار القيادة والبصيرة لوقف القتال والعمل معا من أجل تلبية تطلعات الشعب السوري الذي يناشد الحرية والكرامة. جهته قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في حديث للميادين، قال أن تقرير كبير محققي الأمم المتحدة حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا أكد وجود دلائل استخدام السلاح الكيميائي من قبل المجموعات المسلحة. أن التقرير بعد كل هذه المدة من التحقيق قد أكد ما كنا قد ذهبنا إليه منذ سنة وأكثر من وجود دلائل على استخدام السلاح الكيماوي في سوريا من قبل الجماعات المسلحة والمجموعات الإرهابية
التي نشطت فوق الأرض بعض المناطق في الأرض السورية واستخدمت السلاح الكيماوي. الآن تقرير الدكتور سيلستروم يؤكد أن السلاح الكيماوي استخدم في خان العسل ضد المدنيين والعسكريين. نبقى في الأمم المتحدة حيث دار في الجمعية العامة جدل على مدى يومين بين سوريا من جهة والسعودية وتركيا من جهة أخرى حول المساعدات الإنسانية التي تقدم للسوريين ومآلها. قد تكون الحرارة في نيويورك وبعض دول الشرق الأوسط تحت الصفر، لكن المناخ داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة كان ساخنا. دول عربية وغربية كثيرة حملت الحكومة السورية مسؤولية الأزمة الإنسانية، لكن سوريا ردت باتهام دول إقليمية بتقويض أمنها واستقرارها واستباحة دماء شعبها. تتفاخر علنا بتقديم هذا الدعم التخريبي الإرهابي، وعلى وجه الخصوص أنظمة الحكم في السعودية وقطر وتركيا. تبرعت الحكومة بمبلغ 10 مليون دولار للاجئين السوريين للأردن. تقدمت المملكة بمبلغ 100 مليون دولار كمساعدات للشعب السوري في مؤتمر مراكش، مؤتمر استقاء الشعب السوري. تبرعت المملكة في مؤتمر المانحين الذي عقد في دولة الكويت بمبلغ 300 دولار. سوريا سألت كيف صرفت تلك المبالغ. هل أنت واثق بأن هذه المبالغ التي ذكرتها زودتها حكومتك لتمويل المساعدات الإنسانية للشعب السوري؟ وذكرته بأن السجناء من كل الجنسيات يطلقون من السجون السعودية لكي يمارسوا فظاعات في سوريا. المندوب التركي أيضا دافع عن سجل بلاده الإنساني. سجل تركيا في تقديم المساعدات للسوريين غني عن الشرح، وسنواصل تقديم المساعدات إليهم. تركيا أصبحت مقراً ومستوطناً لتنظيم القاعدة وللعديد من المنظمات الإرهابية التي تتخذ من تركيا مقراً لها. في الأمم المتحدة سجال وجدل حول المسؤولية عن المأساة الإنسانية السورية، وعلى الأرض السجال بالسلاح وبالدم السوري المختلط بالثلج الأبيض على درب ملحمة سوريا الحزينة. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. في الشأن الميداني قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن تنظيم داعش قام باختطاف ما لا يقل عن 120 مواطنا كرديا بينهم 6 نساء في منطقة إعزاز في حلب. ونبقى أيضا في حلب حيث أفاد مراسل الميادين عن تجدد الاشتباكات ليلا بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة في منطقة الليرمون غرب حلب. وكان الجيش السوري استهدف تجمعات للمسلحين بالقرب من مرائب السفاحية في حلب القديمة، ما أدى إلى مقتل 3 مسلحين، فيما شهدت قرية الخانات جنوب حلب اشتباكات أيضا. ولليوم الثالث على التوالي تحاول قوات الجيش السوري ضد صد هجوم مسلحي داعش وأحرار الشام عن مدينة دير الزور. مصادر الميادين أفادت أنه تم قتل المزيد من مسلحي داعش في محيط قرية عياش وباديتها، كما تم استهداف العديد من مواقع المسلحين فيها. ومن دمشق ينضم إلينا مراسل الميادين هناك محمد الخضر. محمد، أين تدور فعليا المعارك في دير الزور؟ ما هي المناطق التي يتم ربما الاشتباك للوصول أو السيطرة عليها وما أهميتها؟ نعم رامية، في الواقع الاشتباكات تقوم بها دولة العراق والشام الإسلامية داعش تحديدا في ريف دير الزور الغربي. صباح هذا اليوم كانت هناك اشتباكات عنيفة في محيط قرية عياش. هذه القرية ذات موقع أساسي واستراتيجي تسيطر عليها وحدات من الجيش السوري، كما تم بث صور لضحايا أو لقتلى عدة سقطوا في تلك المواجهات تابعين للمجموعات المسلحة التي هاجمت وحدات للجيش السوري في تلك المنطقة. أيضا كان هناك صباح هذا اليوم قصف استهدف على ما يبدو محيط مطار دير الزور شرق البلاد، تحديدا في قرية المسمكة وفي منطقة المدرسة كما تسمى في تلك المنطقة. بطبيعة الحال الهدف من هذه العملية أو العملية العسكرية التي أعلنتها داعش قبل حوالي يومين أو 3 أيام تهدف للسيطرة على تلك المناطق الحيوية. على ما يبدو جرى استخدام مئات المسلحين التابعين لذلك التنظيم داعش. النقطة الأساسية
ربما تتعلق بتجارة النفط وحراقات النفط المنتشرة في كل دير الزور وتحديدا في مناطق الريف الغربي من جهة، ثم غنى الأراضي الزراعية الواسعة جدا في تلك المناطق ما يجعلها مطمعا ليسيطر عليها من قبل ذلك التنظيم داعش طبعا. وربما يسأل انه كيف تحركت يعني المعارك، خصوصا انه قبل ايام ايضا تم سيطرة من قبل هذه الجهات او الجبهة الإسلامية على مخازن للسلاح للجيش الحر. بالانتقال الى عدرا العمالية، محمد، ما اخر المعلومات المتوفرة؟ في عدرا العمالية في الواقع الجيش السوري، وكما بدأ بالأمس عملية أعلن عنها رسميا، التقدم يجري على ما يبدو باتجاه الأبنية والكتل السكنية بدرجة بطيئة لعدة اعتبارات في الواقع. الاعتبار الأول والأساسي كما هو معروف وجود عشرات الآلاف من المدنيين، من السكان المدنيين المحتجزين داخل بيوتهم، هذا يفرض نوع خاص من المعارك والاشتباكات، ربما لا تجدي نفعا معه الأسلحة الثقيلة أو التعامل الثقيل مع تلك المجموعات المسلحة التي دخل إلى عدرا. هناك حسب مصادر من عدرا تتحدث عن وجود على الأقل 6 قناصين موجودين في الأبنية البرجية، هم يستهدفون كل من يتحرك تابعين للمجموعات المسلحة بالطبع، بالتالي هم يمنعون تحرك المدنيين وحتى يعيقون تقدم الوحدات العسكرية التي تقوم بعملية واسعة بعد فرض الطوق على كل أنحاء ضاحية عدرا العمالية. أيضا لابد من الإشارة هنا إلى سقوط قذائف هاون مصدرها مواقع للمجموعات المسلحة ووصلت حتى جسر بغداد على الطريق الرئيسي بين دمشق وحمص في محاولة لإرباك ذلك الطريق الذي يسيطر عليه الجيش السوري بالكامل كما ذكرت مصادر عسكرية. أشكرك محمد الخضر مراسل الميادين في دمشق، كنت معنا مباشرة من هناك. عمليات الخطف الجماعي في سوريا تفاعلت. أمس خطفت داعش 120 كرديا في شمال البلاد، والواضح أن التنظيمات الجهادية لا تسلك وجهة واحدة في خطف المدنيين في سوريا. الحجج والمبررات للاعتقال متعددة، من بينها الاعتراض على سياستها أو عدم الرضوخ لها. غفران مصطفى. لا وجهة واحدة تسلكها التنظيمات الجهادية المتشددة في انتهاجها سياسة خطف المدنيين. مبررات الخطف والاعتقال كثيرة، يأتي بعضها على لسان منفذي هذه العمليات كجبهة النصرة أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو تنظيم القاعدة، فإما تكون الأسباب طائفية أو بسبب اعتراض السكان العلني على وجود هؤلاء أو لتجرؤ بعضهم بحسب قولهم على التعدي على حدود الشريعة. آخر عمليات الخطف التي نفذتها داعش استهدفت 120 كرديا سوريا من قرية في محافظة حلب. سلسلة من عمليات القتل والخطف التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هذا الشهر، من بينها اختطاف 51 مدنيا كرديا من بلدتي منبج وجرابلس في شمال شرق محافظة حلب منذ بداية كانون الأول ديسمبر. وكانت جبهة النصرة قد حاصرت أهالي منطقة درعا العمالية منذ يومين وطلبت منهم النزول إلى الملاجئ، ومن ثم اقتادت نحو 200 شخص انتقتهم وفقا لانتماءاتهم الطائفية وأعدمت عددا منهم، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اعتقال لقياديين في الجيش السوري وتنظيمات المعارضة وخطف وإعدام عدد كبير من الصحفيين. تتعدد حجج الاعتقالات التعسفية والخطف المباغت من قبل التنظيمات المتشددة حتى تحولا إلى سياسة ثابتة للتأثير في الميدان تارة وفي قناعات السوريين تارة أخرى. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق عبر الهاتف سيد أحمد قباني عضو مجلس الشعب السوري. أهلا بك سيد قباني. المعارك بين داعش والأكراد في الشمال لا تبدو جديدة، لكن ارتفاع منسوب عمليات الخطف والقتل للأكراد حصرا هو يسجل كجديد، هل من أسباب معينة يمكن أن تشرحها لنا؟ طبعا بالنسبة لموضوع داعش والأكراد، لوقوف الأكراد إلى جانب الشعب السوري ونضاله ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، حاولت المجموعات الإرهابية النيل من أكراد سوريا، وأخيرا في عدرا العمالية حيث تم اختطاف 120 عامل من العمال الأكراد. قامت المجموعات المسلحة وداعش بذهاب بهم إلى الغوطة الشرقية. طبعا كان دخول
هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية المسلحة إلى عدرا بسبب رداءات الطقس، تم الدخول إلى عدرا وتم احتجاز بعض العمال والعدد الكبير منهم كدروع بشرية ضمن مساكن عدرا العمالية، هذه المساكن التي تحوي الفسيفساء السوري المتجانس الذي يعمل كعمال منهم كعمال في وزارات مختلفة ضمن أراضي. طيب سيد قباني، أنت تقول أنه يعني يتم انتقاء الأكراد كما يتم انتقاء الأقليات الأخرى، لكن نسأل أنه ماذا بعد؟ ما المصير؟ كيف يتم التعامل؟ يعني ما مصير كل هؤلاء؟ طبعا هذه المجموعات رأت ووجدت الحسم، حسم جيشنا العقائدي البطل على الأرض وتأثيره على المسلحين في كافة الجبهات التي يقوم بالتخريب بها، فأرادوا وانتقاما لهذا الأمر الانتقام من أهالي وسكان عدرا. وأعود وأكرر، سكان عدرا هم فسيفساء الشعب السوري وهم من العمال وصغار الكسبة. أشكرك سيد أحمد قباني عضو مجلس الشعب السوري، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. في العراق قتل قائد صحوة حي السكك في بيجي قرب بغداد بهجوم نفذه مسلحون، كما سقط عدد من القتلى والجرحى بانفجارين منفصلين في كركوك. من جهة ثانية، أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن مشاركته بقائمة مستقلة في انتخابات البرلمان العراقي في محافظة نينوى، ردا على التهميش الذي تعرض له الحزب أثناء مشاركته في انتخابات مجالس محافظات بقائمة التآخي والتعايش التي ضمت 8 أحزاب كردية. مسؤول تنظيم الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل عارف رشدي قال: حصلنا على 3 مقاعد ومقعد احتياطي في تلك الانتخابات، إلا أن الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود البارزاني لم يؤمن حصتنا. في تونس، توقع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حصول توافق حول اسم رئيس الحكومة المقبلة اليوم، ومن المنتظر أن يحسم اليوم مصير الحوار الوطني التونسي في ظل تعدد السيناريوهات والمخاوف من الفشل والأسوأ. وبعد اجتماعات ليلية مطولة، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، قال إن مهلة الحوار لن تمدد بعد اليوم في حال الفشل في التوصل إلى توافق. إن قدر لهذا الحوار أن ينجح، وإن شاء الله نتمنى أن ينجح وتوافقنا على هذه الشخصية الوطنية، فليكن. وفي كل الحالات سنعقد الندوة الصحفية غدا، إما للإعلان عن التوافق إن حصل، وإن لم يحصل سنعلن إلى شعبنا أننا لم نتوصل إلى اتفاق. وفي الجزائر، اتهم عبد الملك سلال المغرب بتمويل الجماعات الإرهابية باستغلال أموال الإتجار بالمخدرات. سلال قال: لدينا القوة اللازمة لردع هذه الممارسات التي تسمم المنطقة ونستطيع استخدامها، لكن الجزائر آثرت الأسلوب الحسن واللينة على القوة. وكشف سلال أنه أوضح للتونسيين في لقاءات رسمية أن أموال المخدرات التي يستفيد منها الإرهابيون هي التي تمول الجماعات المسلحة في جبال الشعان بتونس، موضحا أن معلومات الجزائر في هذا الشأن مؤكدة بالأدلة الدامغة. قالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف إن عودة الفريق التقني الإيراني من فيينا ليست احتجاجا على إضافة أسماء جديدة على لائحة العقوبات على إيران. في المقابل، أوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أوضح أن الدبلوماسية الأمريكية تعيش حالة ضياع، وأضاف بأن بلاده ستتخذ ردة الفعل المناسبة في الوقت المناسب. ما بشدات انتقاد داریم نسبت به این حرکت فکر میکنیم اصلا. نحن نعتقد أن القرار الأمريكي يتعارض مع روح اتفاقية جنيف ولا يخدم المسار الإيجابي للاتفاق، وهذا يعبر عن ازدواجية السياسة الأمريكية في التعاطي مع الاتفاق النووي. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم حملت الولايات المتحدة عواقب فرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية. أفخم وصفت السياسة الأمريكية بأنها تائهة في آلية اتخاذ قراراتها، وقالت إن مجموعات ضغط من داخل الولايات المتحدة وخارجها يعملون على القضاء على توافق جنيف.
نبقى في إيران ومع خبر عملي، حيث أطلق مسبار فضائي يحمل قردا في عملية هي الثانية من نوعها ضمن برنامجها البالستي الفضائي. إيران أعلنت في كانون الثاني يناير الماضي أنها أرسلت بنجاح قردا حيا إلى الفضاء وأعادته سليما إلى الأرض. أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن أمله بالتوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال مهلة 9 أشهر. موقف كيري سبقه رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة الأمريكية بانتشار إسرائيلي في غور الأردن بعد الاتفاق. غدي غنطوس. لقاء لم يتجاوز نصف ساعة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، هكذا قالت المصادر. ما قدمه كيري من أفكار مثل تراجعا كاملا عن الأفكار التي قدمها المبعوث الأمني الأمريكي السابق جيم جونز، وخاصة فيما يتعلق بمنطقة الأغوار. وكالة معا قالت إن الأفكار الأمريكية قضت بحضور إسرائيلي في غور الأردن لمدة 10 سنوات يتم خلالها تأهيل قوات أمنية فلسطينية لتولي المسؤولية في المنطقة، الأمر الذي يتناقض مع خطة المبعوث السابق جيم جونز الذي اقترح وجودا دوليا في الأغوار لقوات من حلف الناتو بقيادة أمريكية من دون أي انتشار إسرائيلي. هذا الطرح رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. واشنطن حملت أيضا خطة تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لمدة 10 أعوام. وعلى الرغم من هذا الاختلاف، فإن كيري متفائل بأن محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بقية على موعدها في نهاية أبريل نيسان المقبل. الطرفان ملتزمان بمواصلة التفاوض جديا خلال فترة الأشهر 9 التي حددت لذلك عند إطلاق المحادثات. كيري رجح التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في ذلك الموعد. ختام زيارة كيري إلى المنطقة حملت تأكيده أن المرحلة التالية من إطلاق الأسرى الفلسطينيين ستنفذ في موعدها المقرر في 29 ديسمبر كانون الأول. في البحرين عزيمة لا تلين عنوان تظاهرة المعارضة البحرينية التي شارك فيها الآلاف غرب العاصمة المنامة، وذلك بمناسبة دخول الاحتجاجات يومها 1000. جمعية الوفاق المعارضة وبعد انتهاء المسيرة أعلنت أن السلطات الأمنية قامت باعتقال 3 نشطاء هم الذين تقدموا إلى وزارة الداخلية بإخطار لخروج المسيرة. المرجع البحريني الشيخ عيسى قاسم قال في خطبة الجمعة إن أهم مقدمة لاتحاد دول الخليج المقبول هو تصحيح الأوضاع السياسية داخل كل الدول الأعضاء. فإن الشعوب ترى أن أهم مقدمة من مقدمات الاتحاد المقبول فضلا عن الناجح والنافع والمؤمل هو أن تصحح الأوضاع السياسية داخل كل دولها، ويتوحد الاتجاه في إعطاء الشعوب دورها المعترف به على مستوى العالم. أعلن النائب الثاني للرئيس السوداني حسب محمد عبد الرحمن أن التغييرات في الحكومة السودانية ليست في الأسماء فقط بل في السياسات أيضا. خلال لقائه عددا من السياسيين من إقليم دارفور، دعا عبد الرحمن المتمردين لحوار شامل لحل أزمة الإقليم، كما وجه دعوة للمعارضة الداخلية للجلوس إلى طاولة الحوار لوضع دستور شامل للبلاد. والذين يقولون هذا تغيير وجوه ما تغيير سياسات، بقول لهم لا، هذا تغيير وجوه وتغيير سياسات. أدوا فرصة للذين تم تكليفهم عشان يغيروا سياسات. إن شاء الله التغيير مستمر وسيطال كل مرافق الدولة، ونحن دعاة الإصلاح، لكن الإصلاح عبر المؤسسات. تحقق الشرطة الأمريكية في دوافع إقدام طالب في ثانوية كولورادو على إطلاق النار على زملائه قبل أن ينتحر. كارل بيرسون كان فتح النار على زملائه ومعلمته وجرح عددا منهم قبل أن تجده الشرطة وقد أطلق النار على نفسه داخل أحد الصفوف. يذكر أن عمليات إطلاق النار من قبل الطلاب داخل المدارس أصبحت ظاهرة تتكرر مرارا في أنحاء الولايات المتحدة.
استدعت محكمة باكستانية خاصة الرئيس السابق براويز مشرف لمحاكمته بتهمة الخيانة، وتتمثل بفرض حالة الطوارئ. وفرض حالة الطوارئ تهمة تستوجب بموجب الدستور الإعدام أو السجن المؤبد. مثول مشرف أمام المحكمة سيتم في 24 من الجاري، وهي المرة الأولى في تاريخ باكستان التي يحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة. أقلت مروحية عسكرية جثمان الزعيم الراحل نيلسون مانديلا إلى منطقة الكاب، حيث سيدفن في بلدة كونو مسقط رأسه غدا. وستجري المرحلة الأولى من مراسم الدفن صباح الأحد بحضور نحو 5000 شخص، بينهم عدد من الشخصيات الأجنبية، على أن يصار إلى دفن جثمان عند ساعات الظهر. السلام عليكم. تحدي عالمي جديد سيبدأه نادي الأهلي المصري اليوم بمواجهة جوانغزو الصيني في كأس العالم للأندية. بطل أفريقيا 8 مرات يأمل تكرار سيناريو عام 2006، حل آنذاك ثالثا بعد فوزه على أمريكا المكسيكي، وخسر بصعوبة في نصف النهائي أمام انترناسيونال البرازيلي بهدف مقابل 2. نادي القلعة الحمراء سيعول على المعنويات العالية للاعبيه، فاز الشهر الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا بالرغم من توقف بطولة الدوري المحلي. بالنسبه لي انا وبتريكه، يعني على ما فهمت من السؤال ان في دماغنا ايه بعد الكوره، يعني فاعتقد ان انا مش ما بفكرش اكتر من اللحظه اللي انا فيها دلوقتي، بحاول ان انا استمتع باللحظه اللي انا فيها دلوقتي، ان انا بشارك في اكبر بطوله عالميه. والكلام برضو بالنسبه لابوتريكا، يعني اكيد يعني انا عقلي الباطن في حاجه في دماغي بفكر في حاجه معينه، انما انا دلوقتي بحاول ان انا اعيش اللحظه اللي انا فيها وبستمتع باللحظه اللي انا فيها، ان انا بشارك في اكبر بطوله عالميه، ونفس الكلام بينطبق على ابوتريكا. يعني جوانغزو الصيني لن يكون لقمة سائغة للنادي الأهلي. بطل آسيا سيحاول تأكيد نقلته النوعية على الساحتين المحلية والقارية في الأعوام الثلاثة الأخيرة. فريق المدرب الإيطالي المحنك مارتشيلو ليبي توج جهوده بأربعة ألقاب محلية متتالية، وكأس قارية هي الأولى في تاريخ الصين بعد اليونينغ عام 1991. ممثل العرب الثاني في البطولة وصاحب الضيافة الرجاء المغربي يطمح إلى مواصلة بدايته القوية عندما يواجه مونتيري المكسيكي. بطل المغرب تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغه الدور ربع النهائي بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي. يدرك الفريق البيضاوي أن المهمة لن تكون سهلة، فالفريق المنافس يملك تشكيلة مدججة بنجوم أمريكا اللاتينية على رأسهم سيزار ديلغادو وتشيلي هومبرتو سوازو. مدرب الرجاء فوز البنزرتي سيعول على تشكيلته الواعدة بقيادة القائد محسن متولي وعبد الإله الحفيظي مسجل هدف الفوز في مرمى أوكلاند، إضافة إلى الكونغولي ديو كندا. جمهور الرجاء نشكره شكرا جزيلا ونقول له بارك الله فيك، وكنتم في مستوى كبير في المقابلة الأولى، وإن شاء الله في المقابلة الثانية يكونوا في مستوى أحسن، وخاصة عندما الفريق يكون مش في حالته طبيعية كان الجمهور موجود. عندما تقبلنا هدف كان الجمهور شجع الفريق حتى الآخر لحظة، وهذا أعطى شحنة جيدة للاعبين وسي تري بوزيتيف. تخصيص منح مالية عاجلة وفورية للأندية الرياضية قرار أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والهدف إصلاح الماضي والالتحاق بالدول المتقدمة. المالكي قال أن المجال الرياضي تضرر بسبب سياسات النظام السابق، فقد شهدت البلاد قتلا وانتشارا للإرهاب والجماعات المسلحة. المالكي وجه دعوة إلى الأندية الرياضية لتقديم طلبات لتخصيص أراض لإنشاء مقرات وملاعب لها، موجها وزير الشباب والرياضة بتخصيص منح مالية عاجلة وفورية للأندية الرياضية. فرناندو توريس وسامويل إيتو وديمبابا يفتقدون الشخصية الهجومية. كعادته تميز جوزيه مورينيو بتصريحاته عندما وجه انتقادا لاذعا لمهاجمي فريقه تشيلسي. مدرب ريال مدريد السابق استشهد بحصيلة مهاجميه التهديفية الضعيفة وتضييعهم لعديد الفرص، وبرغم ذلك فإن البلوز لن يتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية بحسب مورينيو، المعتبر أن فريقه بحاجة إلى مهاجمين من طينة لويس سواريز وسيرخيو أغويرو بإمكانهم فعل كل شيء في كرة القدم. تشيلسي سيلعب اليوم مع كريستال بالاس في المرحلة 16 من البريمير ليج، بإمكانه انتزاع مركز الوصافة مؤقتا من ليفربول الذي يحل غدا ضيفا على توتنهام.
ريال مدريد ليس بحاجة للمهاجم الكولومبي رادامل فالكاو، موقف أطلقه مدرب النادي الملكي كارلو أنشيلوتي لينفي الشائعات حول انتقال مهاجم موناكو إلى البرنابيو. الإيطالي قال إنه راض عن مهاجمي فريقه لإحرازهم الكثير من الأهداف في هذه الفترة، ذكر بتألق كريستيانو رونالدو وتسجيله 17 هدفا حتى الآن. أنشيلوتي أشاد بفريق أوساسونا قبل مواجهته الليلة في الليغا، وبرغم صعوبة اللقاء أكد أن لاعبيه سيقدمون أفضل ما لديهم خلال 90 دقيقة. تشكيلة الريال ستشهد غياب سامي خضير، رافائيل فاران وفابيو كوينتراو. عاد كوبي براينت لكنه لم يفلح في تجنيب لوس أنجلوس ليكرز السقوط الكبير أمام مضيف أوكلاهوما سيتي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. كوبي اكتفى بتسجيل 4 نقاط ولعب دور الموزع بتمريره 13 كرة حاسمة. حاول زميله باو غازول جاهدا لكن نقاطه 14 لم تحل دون تلقي رابع مجموعة الهادئ، الخسارة 12 مقابل 10 انتصارات. في المقابل أتت نقاط كيفن دورانت 31 ثمارها بتحقيق وصيف مجموعة الشمال الغربي الفوز 18 في 22 مباراة. Bad transition D, Durant, Serge Ibaka for the extends it to 16. And James. مهرجان خريف كردستان للموسيقى وبمشاركة فرق من سوريا وتركيا وإيران يأتي ضمن استعدادات الإقليم للاحتفال بأربيل عاصمة السياحة العربية للعام 2014. أربيل أو كما يطلق عليها الكرد هولير، امتزجت فيها اليوم مقامات الكرد والحجاز ومقام اللامي وغيرها، فرق قدمت من تركيا وإيران وسوريا لتشكل باقة منوعة للفن الكردي في مهرجان خريف كردستان للغناء والموسيقى. كانت مشاركة حلوة من جميع قبل فرق كثيرة من كل أنحاء كردستان، كردستان سوريا، كردستان إيران، العراق وتركيا. الألحان السريانية والتركمانية في المهرجان الكردي كانت حاضرة، فيما استفقد الجمهور غياب الموسيقى العربية رغم حضور ألوانها في هذا الملتقى الذي مثل انعكاسا لثقافات المجتمعات الكردية في دول المنطقة. ما دام هناك عرب يعيشون في كردستان أيضا، أن يكون هناك مساحة للأغنية العربية إلى جانب الأغنية التركمانية والسريانية. وزارة الثقافة والفنون لها برنامج كثير في تصوير في إعداد المزيد من المهرجانات العائدة إلى الفرق الموسيقية أو الأقسام الأخرى من الفن. سبع فرق فنية من أربيل والسليمانية وكركوك، فيما قدمت فرق أخرى من ديار بكر خلف الحدود مع تركيا ومن عفرين والقامشلي في سوريا وأخرى من إيران. فرق ودعت الخريف من أربيل التي تستعد للاحتفال باختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2014. لغة الفن واحدة من وسائل التفاعل المهمة التي تشكل نموذجا للتعايش المشترك وتجسد علاقات الأخوة والمحبة والتسامح في منطقة أخذ منها الدمار والحروب الكثير. محمد كريم أربيل، الميادين.